مبطلات الصلاة، يعني أشياء تجعل الصلاة باطلة لابد نحذر منها. أو شتاني كنيش بطال وبوتشل دكانوا بويا بيستا ورياي بينو أقداري بين يتكلم متعمد بقصديق سبقا عالما تحريم الكلام في الصلاة بزاني كقصة كردن لنيش دا حرامة ذاكرا لا ناسيا لبيري شتي نك لبيري شو بيتوا الثاني يتحرك حركة كثيرة دوام بجوليك يزور بجوليتوا متوالية متتابعة لدوايك عرفا تنظر إليه تظن غير مصلي وكو عرفه عادات أويا كسيدي بكي قمانة أويا كامان يجناك بغير حاجة لا يحتاج لهذه الحركة يجيش بيستي بو جولانا ونيا الالتفات الكثير عن القبلة أوردانوي كي زور للروبا روبونوي قبلة الضحك بيكانين الأكل خواردن الشرب خواردنوا انكشاف العورة كشف بوني عورت خاصة في من يصلي في البنطال بتعبتي أو كسيك لبنتوران يجدك عندما يركع ويسجد لو انكشفت العورة الصلاة باطلة كاتي الركوع دبا يعني سجد دبا أجر عورتي كشف أو نيجاكي بطالة قبل أن تدخل في الصلاة لابد أن تتحقق أن العورة لا تنكشف في الصلاة خاصة في الركوع والسجود بيويسا بيش أوي بتشي تناو نيجاك ويدلني أبيد لو إيكا لكاتي سجدو الركوع دا هيش عورتي كد بدرناك ويد الأخير من مبطلات الصلاة انتقاض الطهارة آخر دنك لبوتش الكروكاني نيش دزنيش كاندنا تنتقض الطهارة بماذا؟ دزنيش دشكي بتشتك خرج منه ريح بونيك اللي درشي ماذا يصنع؟ شدكات يمشي مباشرة يخرج يتوضأ ويرجع براس أخوي درت شيء لأنه جاك ودروا دزنيش دقيت وجاري درت لا يمكن أن يكمل الصلاة نابي بويني أنه جاك توابكات